السلام عليكم متابعين عالم عزة لتعليم الكروشيه، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو اللي غنشارك معكم اليوم هو هاد الجلابه بتوب الكريب مخدومه بالكروشي خفيف على شكل غورميط، هانتوما كيف ما كتشوفوا، ومنبته بالعقيق كريستال. هاد الملاقيه سبق ليا وشاركتها معكم، كتجي في التواب سوا كريب سوا تواب طايشي اللي كيكونوا في الصيف، ممكن ديروها في قناضر في قفيطنات، كتجي غزاله وخدمه ديالها ساهله دغيا كطلع. وانتم كما كتشوفوا راها متقونه كتبان بحالها بحال الرانده. وهنا في القب زينت بهذا الضرس خفيف حتى هو منبت بالعقيق كريستال، كيجي حتى هو بحالو بحال الرانده. راه هو سبق ليا وشارك الطريقه ديالو معاكم، الخدمه ديالو حتى هو ساهله وكيجي مواتي مع هذا الكورميط. نفس الضرس زينت به الكمام، هانتوما كما كتشوفوا هنايا حيت هاد الجلابه اللون ديالها غامق خدمتها بهذا اللون مفتوح. هانتوما كيف ما كتشوفوا فتحها وجات غزاله كتبان وكانها مخدومه بالراندا خفيفه. بالنسبه للسيدات اللي ما كيبغيوش نصف طوق يكون عريض، هاد الملاقيه راه ساهله وفي نفس الوقت كتجي حلوه. بالنسبه للسيدات اللي بغاو الطريقه ما عليهم الا رجعوا لقناه عالم عزه، وراه شارحه الطريقه ديال الكورميط بشكل مفصل، وحتى الدرس اللي دايره راه حتى هو سبق ليا وشاركت معكم الطريقه ديالو، حتى هو راه ساهل دغيا كيطلع. وحتى هو راه كاين الفيديو ديالو في القناه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وتفعلوا جرس الاشتراك باش ان شاء الله دائما يبقى يوصلكم الجديد. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.